الأخبار من الحدث. البحرية الأمريكية تقول إن واشنطن وصلت إلى حالة ردع حذر مع إيران، وبومبيو يؤكد أن طهران أصبحت يائسة للعودة إلى التفاوض. الحرس الثوري الإيراني يزعم بأن اغتيال فخري زادة نفذ بأسلحة إلكترونية متطورة تم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية. في أول زيارة خارجية له، وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد يزور طهران غدا. وزير خارجية اليونان يقول إن تركيا تحتل أراض في دول المجاورة وتهدد بإشعال حرب. قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يبدأ زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها مسؤولين وعسكريين ثم يغادر إلى فرنسا. تطيب أوقاتكم مشاهدينا، ونشرة مفصلة من الحدث. البداية من الشأن الإيراني، حيث حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكل تحديا كبيرا، ولفت في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو في حوار المنامة إلى أن طهران تسعى وبشدة للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. هذا ونقلت وكالة إرنا عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن إيران مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط على وجه السرعة. داعش والنظام الإيراني هما السبب الحقيقي للصراع في الشرق الأوسط، لا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. حكومة إيران المعادية للغرب والإسلامية ترهب جيرانها وشعبها، ولقد فرضنا 77 حزمة عقوبات استهدفت قرابة 1500 فرد وكيان. ووفقا للنظام الإيراني فلقد حرمناه من حوالي 70 مليار دولار لدعم الإرهاب، وحملة الضغط القصوى تلك تسير بنجاح. ولأن الإيرانيين الآن يائسون يبدون استعدادهم للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تخفيف العقوبات. لا يمكن أن يكون الاتجاه الصحيح السماح لإيران بالاستمرار في شراء وبيع الأسلحة أو في وصولها إلى التكنولوجيا الغربية ورأس المال الغربي، هذه الأشياء التي زعزعت استقرار الشرق الأوسط. من جهته قال كبير مسؤولي البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط إن واشنطن وصلت إلى حالة ردع حذر مع إيران بعد شهور من الهجمات الإقليمية وعمليات الاستيلاء على السفن في البحر. وقال نائب الأميرال صمويل بابارو إنهم حققوا ردعا حذرا، وأن هذا الردع الحذر يزداد صعوبة بفعل الأحداث العالمية. أضاف أيضا أن النشاط الإيراني في البحر يتسم بالحذر. في طهران زعم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة نفذ بواسطة أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية. وقال شريف أن الصهاينة يدركون جيدا أن أعمالهم ضد إيران لن تبقى من دون رد، مضيفا أن هذا الأمر ثبت لهم خلال السنوات الماضية. من لندن ينضم إلينا الدكتور علي نوريزادة، رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية. أهلا ومرحبا بك دكتور علي. دكتور علي، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن هناك مؤشرات تدل على أن إيران يائست من التفاوض، يائست من ضغوط الممارسة عليها تجاه برنامجها النووي وبالتالي سياستها الخارجية مع دول الجوار أو حتى في الإقليم؟ تحياتي إليك وإلى مشاهدي الحدث الأعزاء. سيدتي، أولا في إيران ليست هناك سياسة خارجية معينة وحتى لا سياسة داخلية معينة. هناك في إيران مجموعة من تنظيمات مافيائية تحكم إيران، الحرس، بيت القائد، رئاسة الجمهورية، استخبارات وغيرها. فلذلك خلال الأيام الأخيرة فشلوا في التوصل إلى صيغة مشتركة فيما يتعلق بمقتل فخريزادة. والآن قلتم نقلا عن رمضان شريف بأن أسلحة وتكنولوجيا متطورة
كانت سبب اغتيالي. وهذا ما أريد الحديث معك عنه لاحقا، لكن هذه النقطة تحديدا دكتور علي، الحديث على أنه البرنامج النووي الإيراني ما زال يشكل تهديد، ما زال يشكل خطر. إيران تشتغل في السر، تطور البرنامج في السر، لم تعد بحاجة إلى مراقبة ولا متابعة، وبالتالي هناك لغة حوار متعالية من قبل إيران. حتى العودة إلى التفاوض ربما يكون عليها أيضا احتمالات النجاح أو الفشل، الفشل مع وجود بايدن الآن. مفهوم الحوار من وجهة نظر إيرانية مختلف تماما عن مفهوم الحوار من وجهة نظر الولايات المتحدة وحتى الدول الأوروبية. النظام الإيراني يريد من الحوار تسريح مليارات إيران محجوزة عند أمريكا وعند البنوك الأوروبية، بينما حوار من مفهوم الأوروبي والأمريكي يعني عودة إيران إلى قانون الدول، قبول إيران بأن هناك دول عندها مسؤوليات، لا يمكن أن تغرر إيران الذهاب إلى اليمن، تدمير اليمن، قتل الأبرياء، توجيه صواريخ إلى السعودية، وغدا يأتي ويبتسم رئيس الإيراني ويقول نحن رجال السلام. لا يمكن أن يتدخلون في شأن العراقي. انظروا إلى العراق، هذا رئيس الوزراء رجل قد جاء بمشروع، فهم يريدون تخريب هذا المشروع مرة بإثارة مقتدى السد ومرة بإثارة شخص آخر. ونفس الشيء في لبنان، منذ شهر السيد سعد حريري لا يتمكن من تشكيل حكومته بسبب حزب الله، بسبب السفارة الإيرانية في بيروت. فلذلك الحوار يعني قبول إيران بمسؤولياتها، وليس فقط نبتسم نفرج عن أرصدتكم وأنتم اسحبوا وارسلوا الأرصدة إلى حسن نصر الله وإلى حسين وإلى أصائب أهل العرب. قضية الردع الحذر، ألا ترى أنها لغة مطاطة خاصة مع ما تقوم به إيران؟ يعني لطيف قضية الردع الحذر مقابل ما تقوم به إيران من انتهاكات، من تعديات، من استخدام لأذرعتها، من برامج موازية إذا تحدثنا عن إمكانيات الثورية التي تحدثت عنها وأنشطتها العدوانية الأخرى. يعني لا يوجد توافق بين هذه اللغة وتلك. سيدتي، أي رد؟ الجنود الإيرانيين والمساكين الأفغان ينامون في سوريا في الصحراء داخل كيس النوم بسبب هجمات إسرائيلية متكررة ومستمرة. يعني أي رد؟ هل يستطيعون أن يردون على إسرائيل في سوريا؟ أبدا. فيما يتناهيك عن رد على إسرائيل فيما يتعلق بقضية قاسم سليماني أو قضية فخري زاده، أبدا. هذا النظام نظام عاجز، فقط هذا النظام قوي مقابل المواطن الإيراني المسكين الذي لا أسلحة له، لا جمل ولا ناقة، والنظام يقتله، يعدمه، يرسله إلى السجون. بينما أمام إسرائيل، أمام الولايات المتحدة، عاجز ومسكين. الحديث عن التصريح الذي تحدث عنه الحرس الثوري، قضية أنه فخري زادة تم قتله أو تنفيذ هذه العملية بأسلحة إلكترونية متطورة عن بعد، هل هذه الحجة مقبولة أم أنها ربما لتدارك ما تبقى من ماء الوجه؟ سيدتي، أنت نفسك من قناة الحدث، كم قصة نقلت نقلاً عن مسؤولين الإيرانيين؟ الكثير، وناقشت الكثير معك حضرتك تحديداً دكتور علي. نعم. يعني طريقة اغتيال فخري زاده، بينما زوجة فخري زاده نفسها أو زوجتها الثانية قد قالت بأن هناك 14 أو 12 شخص هاجموا السيارة وقتلوا فخري زاده. يعني يتوسلون إلى الأغمار، إلى طائرات بلا طيار مرة. هذا لا ينفع النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني في عيون الشارع الإيراني نظام كاذب، نظام عاجز ونظام ضعيف، فقط قادر على التعامر ضد جيراننا وضد الشعب الإيراني فقط. هل ترى أنه لابد أن تستخدم سياسة أخرى أكثر حزم مع إيران، خاصة وأنها تستمر في تحديها وتعنتها، تستمر في إمداد الصراع وتزويد بؤر الصراع؟ تغيرات إقليمية وعربية محيطة بنا الآن، كيف يمكن تغيير هذه السياسة؟ أم أنه الدور المتراخي ومن سمح لإيران بالفعل في استمرارها بهذا النهج؟ أعطيكم مثالا. منذ قيام الجمهورية الإسلامية، المملكة العربية السعودية اتخذت مواقف
ودية، مواقف مرونة، يعني أبدد مرونة تجاه إيران أكثر من مرة. حسيلتها تورط إيران في اليمن، تورط إيران في الخبر، حتى في الخبر الله يرحمه الملك عبدالله لم رفز منه الأمريكان المعلومات المتوفرة عند السعود. ماذا حصل؟ إداوة، تعامل، ولكن منذ 3 سنوات السعودية اتخذت موقفا هاضما، والنظام الإيراني يلتمس، يدق باب عمان، يدق باب فلان من أجل التوسل. السعودية تقول لا، لسنا أعداء، ولكن نتوقع منكم التزام بسلسلة شروط معينة حتى نعيد العلاقات إلى ما كانت. فلذلك لابد أن تتخذ دول الجوار، أن تتخذ دول الآرام مواقف حازمة مثل السعودية تجاه النظام الإيراني. بلا هذا المواقف من المستحيل أن يتوقف هذا النظام عن عدوانه وعن مؤامراته بحق دول أخرى. أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح. كنت معنا من لندن دكتور علي نوري زاده، رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية. شكرا جزيلا دكتور. نبقى في إيران أيضا، فرغم تصاعد الأزمة المالية في إيران، أظهرت أرقام الموازنة العام المقبل والتي قدمت إلى البرلمان أن النظام الإيراني لا يزال مصرا على الاختلاف غير المتكافئ بين ميزانية المؤسسات الأيديولوجية مقابل المؤسسات التنفيذية والعلمية والمدنية، حيث رأت مصادر معارضة أن الخطاب الذي يحكم الميزانية تحول إلى تربية الأنصار تحت راية الأيديولوجية كما تحددها السياسات واستراتيجيات علي خامنئي والمؤسسات التابعة له. في إيران أيضا لا تزال قضية إعدام المصارع نافيد أفكاري تتفاعل، إذ أطلق ناشطون إيرانيون حملة على مواقع التواصل للمطالبة بالإفراج عن حبيب ووحيد أفكاري شقيقا المصارع الإيراني. وكان النظام الإيراني اعتقل وحيد وحبيب أفكاري مع شقيقهما نافيد عام 2018 عقب مشاركتهم في تظاهرات شعبية معارضة. اتهم عدد من المتضررين من فيضانات موسمية ضربت جنوب إيران، اتهموا السلطات بالفشل. ناشطون آخرون انتقدوا توجيه الأموال لميليشيات إيران في لبنان والعراق واليمن بدل إنشاء بنية تحتية قوية لمواطني إيران. وفي التطورات الليبية، كشفت وسائل إعلام ليبية عن بدء جلسة مجلس النواب في غدامس والتي تم الاتفاق بشأنها بين أعضاء البرلمان في طنجة. وترأس جلسة البرلمان الجامعة للنواب المنقسمين النائب الأكبر سناً وسط غياب لافت لرئيس البرلمان عقيلة صالح، والذي سبق وأصر على ضرورة تنظيم الاجتماع في مدينة بنغازي.
هذا وكان قد أثنى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على دور عقيل صالح رئيس مجلس النواب ودعمه للقوات المسلحة. وقال حفتر في تصريحات خلال لقاء مع ضباط بالجيش إن صالح شخصية وطنية بامتياز، مؤكدا أنه الداعم الحقيقي للقوات المسلحة طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان. وأضاف أن صالح ابن قبيلة عريقة مجاهدة قدمت الشهداء والتضحيات من أجل ليبيا. أفادت مصادر الحدث بأن القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى مصر قبل أن يتوجه إلى باريس خلال الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي في مصر بعدد من الشخصيات العسكرية والمسؤولين عن الملف الليبي، كما يلتقي حفتر مسؤولين عسكريين مصريين ومسؤولي الملف الليبي في مصر. وسائل إعلام ليبيا كشفت أيضاً أن خليفة حفتر سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الفرنسية باريس، وتأتي هذه الزيارة بعدما أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة الماضي أنها تعمل مع مصر لدفع الحوار الليبي إلى الأمام، موضحة أن شراكتها مع القاهرة استراتيجية. وكانت الرئاسة الفرنسية قالت تحدث في ليبيا مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ومع غالبية الأطراف لإنجاح الحوار ضمن الأمم المتحدة. من القاهرة ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل أحمد عثمان. أهلا ومرحبا بك أحمد. أحمد، إذن هذه الزيارة الرسمية إلى مصر من قبل خليفة حفتر وفي هذا التوقيت الآن، هل هناك أي نتائج صدرت؟ هل هناك دلالات حيثيات هذا الاجتماع؟ نعم، من المبكر جدا الحديث ربما عن نتائج هذه الزيارة. يعني بحسب المعلومات والمصادر فقد وصل المشير حفتر إلى القاهرة منذ حوالي ساعة أو أكثر. هذه المصادر أكدت لنا بأنه بالفعل سيكون هناك عدد من اللقاءات التي ستجمع المشير خليفة حفتر مع مسؤولين عسكريين مصريين، بالإضافة أيضا إلى ممثلين عن باقي الأجهزة المهتمة بتطورات الأزمة الليبية. يعني أيضا هذه المصادر تحدثت بأن اللقاءات مع المسؤولين العسكريين المصريين ستناقش التطورات الميدانية ورؤية الجيش الليبي لهذه التطورات وأيضا التطورات الأخرى السياسية. يعني القاهرة طرف فاعل في الأزمة الليبية منذ بدايتها في 6 يونيو، كان هناك مبادرة القاهرة، وفي 20 يونيو كان هناك الإعلام بأن سرت الجفرة خط أحمر، ومن بعدها كان هناك العديد من المحطات التي كانت القاهرة فاعلة فيها، وأيضا تم استضافة العديد من اللقاءات سواء ما بين العسكريين الليبيين في مدينة الغرب قبل أن يكون هناك توجه إلى مدينة جنيف، وأيضا فيما يتعلق باستقبال عدد من الفرقاء الليبيين الذين يمثلون كافة الاتجاهات السياسية من بينها ممثلين عن حكومة الوفاق، وأيضا كان هناك استضافة برعاية البعثة الأممية فيما يتعلق بمستقبل المشهد الدستوري الليبي وممثلين من البرلمان ومن مجلس الدولة. كل هذه الأمور ستكون على طاولة المفاوضات. يعني التطورات الأخيرة السياسية واللقاءات التي تمت برعاية البعثة الأممية سواء في تونس أو في المغرب، كل هذه الأمور ربما القاهرة حريصة بأن يكون هناك استمرار لدفعها وأن يكون هناك استمرار لإعطاء المزيد من الفرص للحوار للوصول إلى صيغة حل ليبي ليبي. كل هذه الأمور ستكون على طاولة المفاوضات. أيضا مسألة ما يحدث في الأيام الأخيرة والحديث والتقارير التي تتحدث عن وصول مرتزقة وميليشيات وأيضا تكثيف لوصول أسلحة إلى الغرب الليبي تحديدا، وأيضا الحديث حول نشاط بحري ليبي أمام السواحل الليبية، كل هذه الأمور ستكون محل نقاش ما بين المشير خليفة حفتر والمسؤولين المصريين سواء العسكريين أو الممثلين عن باقي الأجهزة المصرية المتابعة للأزمة الليبية. أيضا ربما نقطة أخيرة كما ذكرت في مقدمة الخبر هو ما له علاقة بزيارة المشير حفتر المرتقبة إلى باريس. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى باريس، غدا الاثنين ستكون هناك قمة فرنسية ما بين الرئيس السيسي والرئيس ماكرون، والحديث بحسب مراقبين سيكون هناك تركيز أيضا على الملف الليبي ومستقبل الملف الليبي على ضوء كل هذه التطورات التي تحدثنا عنها. نعم، إذن شكرا. إذا تبقى لنا دقيقة في الوقت، كنت أود أن أسألك بالفعل على ارتباط فرنسا والزيارة الفرنسية إلى مصر والحديث عن مدى العمق الاستراتيجي الآن الذي تشكله مصر في حل الأزمة الليبية.
توجه الرئيس السيسي إلى باريس وخليفة حفتر في هذا التوقيت، هل هناك أجندة عمل مطروحة؟ هل هناك ربما بعض التسريبات عن أنه قد تحسم هذه القضية والدفع بخطط تفاوض إلى الأمام؟ يعني لا يوجد حديث عن 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 بعض عن التفاصيل، ولكن هناك حديث عن خطوط عامة وعناوين. يعني هناك رؤية مشتركة ما بين القاهرة وباريس منذ بداية الأزمة الليبية حول ضرورة أن يكون هناك حل ليبي، هناك رفض لتقسيم ليبيا، هناك رفض لفكرة وجود ميليشيات ومرتزقة، هناك رفض لفكرة استخدام لغة القوة، هناك رفض للكثير من الأمور التي تمت خلال الفترة الماضية والتي تم احتوائها من خلال اللقاءات المكثفة التي تمت وتتم تحت رعاية البعثة الأممية للوصول إلى صيغة مشهد سياسي جديد ليبي. هذه العناوين يتم مشتركة ما بين القاهرة وباريس، والجيش الوطني الليبي طرف هام جدا في هذه المعادلة، ومن ثم هناك ربط ما بين هذا الثلاثي وبين هذه الاجتماعات التي تتم حاليا في القاهرة، والتي قد يكون هناك مخرجات لها حينما يذهب المشير حفتر إلى باريس خلال أيام. شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح من القاهرة، كنت معنا الزميل مراسل الحدث أحمد عثمان، شكرا جزيلا. نبقى أيضا في ليبيا، فقد حذر عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني من أن آلية اختيار السلطة التنفيذية والتي ترعاها البعثة الأممية قد تمكن الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة الليبية، وقال إن 60% من مجموع الأعضاء المختارين هواءهم إخواني، مضيفا في تدوينة له على موقع فيسبوك أن المخرجات هي التي تحدد المدخلات في كل عملية، وما تقوم به المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة سيفاني ويليامز ليس استثناء من ذلك. هذا وأرجأت البعثة الأممية إلى ليبيا الجولة الثانية للتصويت على آليات اختيار أسماء قادة المرحلة الانتقالية لما بعد اجتماع غدامس النيابي، وبحسب ما أكدته وسائل إعلام ليبيا تنحصر المنافسة في الجولة المقبلة بين الآليتين الثانية والثالثة. الآليتان تعتمدان على مبدأ المحاصصة الإقليمية في تقسيم المناصب التنفيذية، علما بأن بنود الآلية الثانية تعرقل سيطرة الإخوان على السلطة الانتقالية وتمنع وزير داخلية الوفاق فتح باشغا من الحصول على منصب رئاسة الحكومة. يأتي ذلك وسط اشتراط البعثة الأممية تحقيق إجماع وتوافق حول الآلية التي سيتم اعتمادها بنسبة 75% من الأصوات. كشفت وسائل إعلام ليبية أيضا عن بسط الجيش الليبي سيطرته على معسكر تيندي المعروف سابقا باسم معسكر لواء المغاوير في مدينة أوباري جنوب غرب البلاد، وبحسب مصادر عسكرية فإن المعسكر كان تحت سيطرة فصائل تابعة لحكومة الوفاق، وكان مقرا لآمر غرفة العمليات المشتركة في أوباري مجدي بوهانا. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. نواب عراقيون يكشفون عن احتمال تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام المقبل. صور، أرقام وأخبار في يومك، كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. وإلى آخر التطورات في المتوسط، حيث أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديانديس أن تركيا تقوم بعمليات عسكرية على أراض أجنبية وتحتل أراض في دول مجاورة وتهدد بإشعال حرب، كما أشار إلى أن تركيا تنقل الإرهابيين وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى عبر دعمها للحركات المتطرفة، مضيفا أن أنقرة أصبحت تمثل تهديدا واضحا لاستقرار أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والقوقاز بوجه عام، وأنها تستغل أزمة المهاجرين وتنتهك حقوق الإنسان محليا، كما تحاول خلق مجال للنفوذ في المنطقة وتنازع الدول الأوروبية على السيادة والحقوق السيادية. وأكد الوزير اليوناني أنه ما لم تكن هناك إدانة لابتعاد تركيا عن القيم الأوروبية، فإن من يناصرون التحديث وتحسين العلاقات مع أوروبا داخل المجتمع التركي سيضعفون في الساحة المحلية. ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي حسان القبي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسان. بداية، يعني جزء بسيط مما تحدث عنه وزير الخارجية اليوناني، هذا الجزء البسيط فتح كثير من الملفات عن تمويل بالسلاح، عن بؤر جديدة، عن تهديد أمن إقليمي عربي وحتى أوروبي. كيف يمكن أن تؤخذ هذه المعلومات لإدانة تركيا، خاصة أنه في النشرة السابقة تحدثنا عن ملفات استخباراتية وفيديوهات استخباراتية تحدثت عن مدى تورط تركيا بالتمويل بالسلاح وإشعال الحروب والصراعات؟ بالفعل. أولا تحية إليك من خلالك إلى كل العاملين بالقناة وعموم المشاهدين. شكرك. هذا البيان اليوناني الذي صدر اليوم من وزير الخارجية كان حقيقة يعني أشمل وأوسع من كل البيانات السابقة التي كانت تصدر بخصوص مسألة الشرق المتوسط فقط. هذا البيان جاء لينددها بكل ما قامت به الخارجية التركية على امتداد السنوات الأخيرة، يعني تقريبا تحدث عن السياسة الخارجية التركية منذ 2015 مع بداية أزمة المهاجرين الذين مروا عن طريق تركيا واليونان إلى الاتحاد الأوروبي، وصولا إلى آخر ملف وهو أقليم ناغورني كاراباخ وتدخل تركيا عن طريق المرتزقة السوريين هناك على أرض الميدان لقلب التوازنات ولإخراج الأرمن من ناغورني كاراباخ كما تبع الجميع. يعني قلت ممكن هذا البيان تطرق إلى كل النقاط استباقا إلى القمة الأوروبية التي سوف تعقد في هذا الشهر يوم 10 و11 برئاسة ألمانيا، علما أن كذلك الخارجية الألمانية منذ أيام نددت برفض سفينة تركية للخضوع لعملية تفتيش واتهمتها بنقل أسلحة إلى شمال إفريقيا. وزير التجارة الفرنسي كذلك تحدث عن الموضوع واتهم تركيا. يعني تركيا اليوم أصبحت محل اضطراب في المنطقة، محل اضطراب في شرق المتوسط، منطقة القوقاز، شمال إفريقيا، تتدخل في الملف الليبي وتقوض كل عملية التي يسعى إليها المجتمع الدولي من أجل حل دائم في ليبيا هذا الملف الذي أصبح حقيقة مستعصيا. ولكن ممكن الفترة الأخيرة لاحظنا من خلال اجتماعات تونس، اجتماعات المغرب، وحاليا انعقاد مجلس النواب في ليبيا تقدم وبوادر انفراج. أقول أن اليونان تستبق اجتماع المجلس الأوروبي القادم في 10 و11، والأخبار التي تأتي من بروكسل تتحدث عن عقوبات اقتصادية قاسية في انتظار أجانب التركي. تركيا من جهتها منذ أيام سحبت سفينة التنقيب وعادتها إلى ميناء أنطاليا، ولكن بعد أن مسحت قرابة 10,952 كيلومتر مربع. تركيا دأبت دائما قبل انعقاد المجلس الأوروبي على سحب سفينة التنقيب، ولكن بعد الإفلات من العقوبات يأتي الإشعار مرة أخرى من أنقرة وتعود سفن التنقيب من أجل القرصنة في البحر الأبيض المتوسط. هي تحقق غاياتها الآن في أوروبا. الدولة العثمانية انتهت. تحقق غاياتها الآن في أوروبا سيد حسان، لكن ربما الأوروبيين لم ينتبهوا لهذه السياسة إلا بعد وقت متأخر، لأن عندما بدأت في تأجيج الصراع بدأت بالشرق الأوسط وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. أوروبا الآن وفي ظل هذا الاجتماع المرتقب ربما، هل ستتغير السياسة؟ هل ممكن للعقوبات التي ستفرض، وخاصة أن تركيا لها أوراق أخرى ومصادر تمويل أخرى،
هل ستكل أو تمل أم ستظل تمارس نفس السياسة؟ هي السياسة الخارجية التركية قلناها في أكثر من مناسبة مثل السياسة الخارجية الإيرانية، ممكن يتقاسمون هذه النقطة، نقطة خطوة إلى الأمام ثم يعودون بعد تحقيق المصالح يعودون خطوتين إلى الوراء. أعتقد أن الأوروبيين وخاصة تصريح ماكرون يعني تفطنوا إلى هذه السياسة الخارجية التركية كما وصفتها، خطوة إلى الأمام خطوتين إلى الوراء، وطالبوا تركيا حقيقة بحوار مبني على الثقة. ولكن هل يكفي الحوار لوحده لكبح أحلام رجب طيب أردوغان بإعادة الأرث العثماني؟ أردوغان يتحدث عن أتراك يتواجدون في ليبيا، يتحدث عن حق أذربيجان في منطقة ناغورني كاراباخ، أتراك يتواجدون حتى في الصومال بحسب يعني حديث أردوغان ودخوله إلى الصومال، يعني يتحدث كذلك عن حق القبارصة الأتراك في الشمال القبرصي. يعني كل هذه الملفات تحدث اضطراب في منطقة شرق المتوسط. نعتقد حقيقة والأخبار التي تأتينا من بروكسل أن في انتظار تركيا عقوبات اقتصادية قاسية. الكل يعرف الوضعية المالية لتركيا، الكل يعرف التغييرات التي أحدثها رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، إقالة صهرة وزير المالية، ويعرف الحالة المالية وخاصة الحالة النقدية للليرة التركية. رجب طيب أردوغان وأنقرة متخوفة جدا من عقوبات اقتصادية أوروبية قد تعمق أزمتها الداخلية، وقد تؤدي إلى تفتت داخلي تركي، وربما حتى عدم رضا في الشارع التركي عن الحالة التي وصلت إليها تركيا. لا، لكن هل تعتقد بالسياسة الخارجية تركيا سيتحسن لحزب العدالة والتنمية في ظل ألا تعتقد أنه بسياسة يربطها هذا الحزب خاصة مع تنظيم الإخوان في أكثر من دولة عربية؟ لذلك اليوم الأوروبيون منزعجون جدا، حتى أثاروا مسألة حقوق الإنسان في تركيا. تعرفون أن مثلا غد سوف يكون الرئيس السيسي في مصر، ومنظمات حقوقية إخوانية نددت بهذه الزيارة، ولكن لا نرى منظمات تندد بمسألة حقوق الإنسان في تركيا. وتعرفون أن منذ 2018 ومنذ الانقلاب الفاشل في تركيا ماذا فعل رجب أردوغان من انتهاكات في ملف حقوق الإنسان. نعتقد أن في اجتماع القادم للاتحاد الأوروبي سوف تضع كل هذه النقاط كما آتاها وزير الخارجية اليوناني، لن تناقش نقطة بنقطة. نعتقد أن مناقشتها سوف تكون في سلة واحدة، وسوف تكون العقوبات صارمة وصارمة جدا بخصوص كل هذه النقاط، وبخصوص السياسة الخارجية التركية التي أصبحت محل اضطراب ليس في منطقة شرق المتوسط فقط، ولكن في مجال جغرافي أوسع من شرق المتوسط. شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح، كنت معنا من باريس المحلل السياسي حسان القبي، شكرا جزيلا لك. يزور الوزير الجديد للخارجية السورية فيصل المقداد غدا العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه بحسب ما كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، حيث سيجري المقداد محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعدد من كبار المسؤولين الآخرين الإيرانيين. وكان المقداد قد عين الشهر الماضي في منصب وزير الخارجية خلفا لوليد المعلم والذي توفي منتصف نوفمبر الماضي. إلى العراق، حيث كشف نواب في مجلس النواب العراقي احتمال تأجيل البرلمان إجراء الانتخابات إلى شهري أكتوبر أو ديسمبر من العام المقبل بدلا من موعدها المحدد في 6 يونيو القادم. جاء ذلك بالرغم من إقرار البرلمان ضمان إجراء الانتخابات المبكرة في العام 2021 وحسب ما جاء بمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، لأنه لم يتطابق مع الحكومة بموعدها في يونيو حزيران القادم، بما يضع موعد تشرين أو كانون الأول الأقرب لإجرائها. لم تتمكن لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي من إيجاد صيغة ترضي الكتل النيابية بشأن المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وعلى موائد وعقدت هذه اللجنة المكلفة طيلة المدة الماضية عددا من الاجتماعات لإجراء تعديلات دستورية، وقد تم اقتراح إلغاء المادة 140، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض شديد من الأطراف الكردستانية. وقال مقرر لجنة التعديلات الدستورية صائب خدر
أن مقترحات النواب حول المادة كانت مختلفة وانقسمت بين الإلغاء والتعديل أو الإبقاء. بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الاحتجاجات، احتجاجات أكتوبر في العراق، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إجراءات أو إجراءات ملاحقة قتلة المتظاهرين في مجلس القضاء الأعلى. ووفق بيان صادر عن المجلس، فإن القاضي فائق زيدان بحث مع أسر ضحايا ذقار إجراءات محاسبة قتلة أبنائهم من المتظاهرين وإجراءات محاسبتهم خلال حضور عوائل ضحايا متظاهري ذقار إلى مجلس القضاء الأعلى لمتابعة الإجراءات القضائية ضد قتلة أبنائهم. في العراق أيضا أعلن قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي أن قوات الجيش العراقي والشرطة فقط ستتولى حماية قضاء سنجار غرب الموصل، وأكد عدم السماح لأي قوات أمنية أخرى مسلحة أو غير مسلحة بالتواجد أو التصرف بالوضع الأمني داخل القضاء وفقا للاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة الاتحادية مع أقليم كردستان، فإن حماية قضاء سنجار حاليا من مسؤولية قطاعات الجيش والشرطة المحلية وجهاز الأمن بالتنسيق مع جهاز المخابرات. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. قوات اليونيفيل تطالب السلطات اللبنانية بضمان سلامة حركتها وأمنها. بلور الاتحاد الأوروبي مدفوعا بمبادرة فرنسية ألمانية خريطة طريق كشف عنها دبلوماسيون لصحيفة الشرق الأوسط، تتضمن سلسلة مقترحات إصلاحية شاملة وعاجلة وأخرى آجلة لإنقاذ لبنان من الانهيار الشامل. ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد خلاصات الموقف المشترك والتي ترمي إلى معالجة الأزمة العاجلة وصولا إلى القضايا التي تخص نفوذ إيران وحزب الله. هذا وتتضمن الخطة تنفيذ السلطات اللبنانية الالتزامات المعلنة في سياق مؤتمر سدر 2018 وإدخال الإصلاحات العاجلة استناداً إلى الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في أعقاب انفجار بيروت، أبرزها مكافحة الفساد وتحقيق التطلعات المشروعة والتي أعرب عنها الشعب اللبناني. وعليه سيحث الجانب الأوروبي على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي وإجراء التدقيق القضائي السريع الشامل لبنك لبنان المركزي. كذلك يتعهد الاتحاد بمواصلة دعم حكومة تصريف الأعمال على أن يتم تشكيل حكومة جديدة ذات مصداقية وخاضعة للمساءلة في أسرع وقت ممكن.
لبنانيا أيضا طالب الناطق باسم اليونيفيل أندريا تينيتي السلطات اللبنانية ضمان سلامة حركة قوة اليونيفيل وأمنها، مضيفا أن حرية الحركة الكاملة لليونيفيل جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعال لمهامها. وكانت مجموعة كبيرة من المدنيين أوقفت قافلة لليونيفيل في قرية كوثرية السياد الجنوبية واستولت على معداتها في الرابع من الشهر الحالي. وقد حضرت القوات المسلحة اللبنانية للمنطقة وتمكنت قافلة اليونيفيل من مغادرة القرية إلى قاعدتها، إلا أن المعدات لم تتم إعادتها إلى قوة حفظ السلام. أيضا نشرت جمعية أبعاد اللبنانية فيلما قصيرا حول سلامة المرأة في لبنان. الفيلم يشدد على ضرورة أن تشعر النساء بالأمان أثناء السير في الشارع وخلال قيادة سيارتهن في الليل. وقالت جمعية أبعاد أنها تهدف من خلال فيلمها القصير إلى إيصال رسالة مفادها أن النساء الآمنات يبنين بلدا آمنا. تنضم إلينا من بيروت رئيسة جمعية أبعاد غيداء عناني. أهلا ومرحبا بك سيدة غيداء. سيدة غيداء، مساء الخير. أهلا ومرحبا. إلى أي مدى النساء اللبنانيات آمنات؟ للأسف تعيش النساء على الأراضي اللبنانية اليوم وضعية من الازدواجية والتناقضية بسبب دورهن الريادي الذي يقومن به في تعزيز الأمن والأمان على مختلف المستويات والقطاعات، سواء للتصدي للأزمة الاقتصادية، للوضع السياسي، للوباء والجائحة الصحية، وأيضا على مستوى الاستجابة للكوارث الإنسانية التي نعيشها مثل انفجار بيروت الأخير. ولكن في الوقت عينه ما زلنا يرزحنا تحت وطأة منظومة مهترئة تنعكس في السياسات والمنظومة والنصوص القانونية، وأيضا في الانفلات على المستوى الأمن والسلامة، وبالتالي يهدد حياتهن على المستوى اليومي سواء في منازلهن أو في الأماكن أو في الحيز العام أو حتى في مكان العمل، من تحرش ومحاولات اغتصاب وجرائم اغتصاب ودفع بتزويج قسري أو زواج الطفلات وغيرها من القضايا التي ما زال القانون اللبناني يرعاها أولا سواء في النصوص أو حتى في التقاعس في التطبيق والمتابعة القضائية. طيب سيدة غيدة، يعني الحديث الآن عن مدى معاناة المرأة سواء داخل لبنان أو خارج لبنان، إلى أي مدى ممكن هذه الجمعية بنشرها لهذه التوعية ولهذه الأفكار أن تلفت النظر إلى مدى معاناة المرأة بالفعل بشكل عام الآن؟ ما مدى استجابة الرأي العام؟ قد تكون نقطة بداية. لحضرتك تكلمتي عن زواج القاصرات، عن الاغتصاب، عن بلدان تشهد حروب وبالتالي المرأة هي من تدفع ثمن ذلك. نحن نحاول كحراك نسوي سواء في لبنان أو في الوطن العربي دوما إعادة الأولوية وإعادة رسم بشكل أساسي ثلاثة محاور أساسية: رفع وعي النساء حول قضاياهن وحقوقهن، والإبقاء على موضوع السلامة والإفصاح عن العنف كأولوية رغم كل الأولويات التي نعيشها كأسر. في المستوى الثاني هو تسليط الضوء وتحسيس صناع القرار على عدم التغافل عن إدراج قضايا حماية النساء كأولوية بالرغم من الأزمات الأخرى. وعلى المستوى الثالث تعزيز التقدم والمحافظة عليه الذي أحرزناه على مستوى مكتسبات الحركة النسائية. اليوم لا يمكن أن نقول أن الرأي العام نساء ورجالا نشهد تحولا في الخطاب، نشهد تحولا في التضامن مع قضايا النساء والانخراط في الدفاع عنها على كافة المستويات سواء الإعلام، الأمن، القضاء، الرجال بشكل عام، الشباب. اليوم ملف قضايا النساء وحماية النساء من العنف شهد تطوراً ملحوظاً
ملحوظا منذ التسعينات لغاية اليوم نتيجة كل الجهود والتراكم الذي نقوم به. ولكن الخوف اليوم مع جائحة كورونا والأزمات الأزمة الاقتصادية والأزمة الأمنية السياسية العامة التي نشهدها في وطننا العربي اليوم أن نخسر بعض هذه المكتسبات أو أن يتم التحويل عن هذه القضايا التي هي بذاتها هي قضايا تهدد سلامة المواطنين والمواطنات وهي جائحة بحد ذاتها موضوع التمييز والعنف ويقضي على الآلاف من حيوات النساء حول العالم سنوياً. وبالتالي الخوف هو من تحييد التركيز عن هذا الموضوع ومن هنا عملنا بالرغم من كل الشروط والظروف الاستثنائية التي نعمل من ضمن إطارها أن نبقي تسليط الضوء على هذا الموضوع كمجهر أساسي ومفصلي في تطوير مجتمعاتنا. النساء تصنع الأمان، صح نطالب اليوم عنوان الحملة الأمان لمن تصنع الأمان، الأمان للنساء التي تبث أمان، ولكن أيضا الأمان للنساء أن تكون شريكا ومشاركا فاعلا إلى جانب الرجال في بناء الأوطان وفي بناء الأسر وفي تعزيز إصلاح النظام في أوطاننا العربية، ومن دون ذلك لن نشهد أي تغيير ولن نشهد أي سلام. أشكرك وأضم صوتي إلى صوتك أن الأمان لمن تصنع الأمان. شكرا جزيلا لك من بيروت رئيسة جمعية أبعاد غيدة علاني، شكرا جزيلا لك. سياسيا، شدد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني على أن التعاون الجديد مع إسرائيل ليس رد فعل على أي تهديد ولا يستهدف أي دولة، وخلال كلمة ألقاها في منظم حوار المنامة اعتبر وزير الخارجية البحريني أن التعاون مع إسرائيل يهدف للمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. أريد أن أشير إلى أنه بينما نعمل على إقامة تعاون وشراكات أمنية يجب أن نأخذ في الاعتبار كيف يمكن أن تساهم في الأمن الإقليمي بدلاً من اعتبارها موجهة ضد أي دولة أو أي مصالح أخرى. هدفنا الشامل هو وسيبقى حماية أمننا القومي والإقليمي عبر العمل على جعل المنطقة آمنة ومستقرة لتفيد جميع دول المنطقة ومواطنيهم. إلى تونس، حيث جدد النائب التونسي المستقل المنجي الرحوي مهاجمته لرئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتحويل البرلمان إلى سوق للبيع والشراء. واعتبر خلال مداخلة في جلسة عامة للبرلمان إنه لا وجود لأي ميزانية منذ عام 2012 تخدم الشعب ومن قاموا بالثورة، متهماً الغنوشي بالمسؤولية عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد. النتيجة الحاصلة من 12 حتى 2020 هي مزيد من التفقير، مزيد من البؤس، مزيد من التخلي على الخدمات الاجتماعية، تخلي على الصحة العمومية، تخلي على المدرسة العمومية، تخلي على النقل. هذه خيارات اختارتها الأغلبيات التي حكمت من الترويكا حتى التوى، من الترويكا المنظومة التوافق المشؤومة إلى الائتلاف الحالي اللي ما عنده حتى برنامج لتونس، ما عنده حتى تصور لتونس. اليوم تونس أصبحت مقبرة جماعية والمسؤول الرئيسي هو السيد اللي قدامكم توا، اللي عامل روحه ماهوش هنا بالكل، اللي هو مترأس المجلس، اللي يترأس كل الحكومات، اللي يترأس كل الائتلافات، اللي كان مسؤول على كل المعاملات. تستعد منظمات صحفية فرنسية لتقديم شكوى قضائية ضد الشرطة على خلفية إصابة مصور سوري في الاحتجاجات المناهضة لقانون الأمن الشامل وللخروج من الأزمة. رضخت الحكومة لضغط الشارع وأعلنت إعادة صياغة المادة 24 والمثيرة للجدل على اعتبار أنها تنتهك حرية الصحافة. لما كنا بمنطقة باستيل وما قدرت أطلع فورا على المشفى، شفت حالي
مع الدم على ثيابي على الكاميرا، رجعني لأيام الثورة في سوريا للمظاهرات، وكنت مظاهرة في سوريا وصارت معي تقريبا نفس التفاصيل. وأكيد ما فينا نعمل أي مقارنة بين العنف بسوريا والعنف بفرنسا. لم تحمه كاميرته ولا صفته كمصور صحفي من هراوات الشرطة الموجهة على المتظاهرين. أمير المصور السوري الذي نجا من حلب لم ينجو هذه المرة في باريس. عنف الشرطة كان وراء الحركة الاحتجاجية التي خرجت السبت تنديدا بحادثة اعتداء على شاب أسود، وكان أمير ضحية أخرى لهذا العنف. كل المصورين نحن مع توثيق كل شيء عم يصير، فأنا من قبل وثقت الحرب، وثقت الحصار في حلب، وهلأ أنا في باريس غطيت مظاهرات كتير. وكالة الصحافة الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود ومجلة بولكا يستعدون لرفع قضية من أجله ضد الشرطة. القضية سترفع قريبا جدا. الآن نقوم بجمع المعلومات والصور والفيديوهات من أجل فهم ما حدث، وكي يستطيع أمير رفع القضية التي سيقدمها من خلال محاميه. نحن في مجلة بولكا سنرافقه في المتابعة لأنه فعلا ضحية، أتعرض لصدمتين جسديتين ولصدمة نفسية واحدة. وعلى خلفية المظاهرات المناهضة لقانون الأمن الشامل وعنف الشرطة، أعلنت الغالبية البرلمانية بتوجيهات من الرئيس ماكرون عن إعادة صياغة نص المادة 24 من القانون بشكل كامل لتهدئة الشارع الفرنسي. هذه الساحة كانت شاهدة على عنف قوى الأمن خلال احتجاجات السبت. رفض المتظاهرين للقانون الذي يعطي صلاحيات أكبر للشرطة قابله عناصر الدرك والشرطة بمزيد من العنف، ما أحرج الحكومة ودفع إلى إعادة صياغة القانون. من ساحة الباستي في باريس، سينا عدي، الحدث. الأخبار من الحدث. البحرية الأمريكية تقول إن واشنطن وصلت إلى حالة ردع حذر مع إيران، وبومبيو يؤكد أن طهران أصبحت يائسة للعودة إلى التفاوض. الحرس الثوري الإيراني يزعم بأن اغتيال فخريزادة نفذ بأسلحة إلكترونية متطورة تم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية. في أول زيارة خارجية له، وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد يزور طهران غدا. وزير خارجية اليونان يقول إن تركيا تحتل أراضي في دول مجاورة وتهدد بإشعال حرب. قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يبدأ زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها مسؤولين وعسكريين ثم يغادر إلى فرنسا. شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم بعد قليل على الحدث اليمني.